قصص الأنبياء في القرآن أو قصص الحيوان أو غيرها من سلسلة قصص الآيات في القرآن الكريم الكرتونية اللي تعودنا نشوفها كل رمضان مع النجم القدير يحيى الفخراني، اللي بدأها في 2011 وحققت نجاح كبير، وكانت مأخوذة عن قصة للكاتب الكبير أحمد بهجت وسيناريو وحوار محمد بهجت وإخراج الدكتور مصطفى الفرماوي، واستمرت لسنين بعدها. وارتبطنا كلنا بالفنان يحيى الفخراني في شهر رمضان بأعماله الناجحة اللي كانت بتلم العيلة مع بعضها وهم بيتفرجوا عليه. عمرنا ما هننسى دور سليم باشا في مسلسل ليالي الحلمية، وربيع المحامي المشهور في نصف ربيع الآخر، وبشر عامر عبد الظاهر في زيزينيا، وحمادة عزه في مسلسل يتربى في عزه مع الفنانة الراحلة كريمة مختار، وغيرها من الشخصيات الدرامية اللي لعبها الفنان المبدع يحيى الفخراني وأثرت فينا كلنا وكان بيطل علينا كل سنة في رمضان. محمد يحيى الفخراني ممثل وطبيب مصري، اتولد سنة 1945 في مدينة المنصورة، وكان الطفل الوحيد لوالديه. بعد لما أنهى دراسته الثانوية سجل في كلية الطب جامعة عين شمس في القاهرة، وفي الفترة دي شارك في فريق التمثيل بالكلية وحصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية. وفي سنة 1971 اتخرج وحصل على درجة البكالوريوس في الجراحة، واشتغل كطبيب سنة كاملة في صندوق الخدمات الطبية في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكان عنده رغبة شديدة إنه يتابع دراسته ويتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، لكن اتغلب عليه حبه للتمثيل فساب الطب وبدأ مسيرته الفنية اللي بدأت سنة 1972، وتوجه للمسرح ليبدأ رحلته هناك، فشارك في العديد من المسرحيات زي حب وفركشة سنة 1974، وبكالوريوس في حكم الشعب سنة 78، وحضرات السادة العيال سنة 88، وجواز طلياني سنة 98، ومسرحية ليلة من ألف ليلة سنة 2015. كانت بدايته في التلفزيون لما شارك في مسلسل أيام المرح مع الممثل القدير عبد المنعم مدبولي سنة 72، وفي السنوات التالية شارك في العديد من المسلسلات زي الرجل والدخان ومسلسل هروب ومسلسل الجريمة. الفنان القدير يحيى الفخراني كانت بدايته في السينما سنة 1977 في فيلم آه يا ليل يا زمن مع الفنان الراحل رشدي أباظة والفنان سمير غانم، وفي سنة 1979 لمع نجمه وبقى معروف للجماهير من خلال مشاركته في المسلسل الاجتماعي أبناء الأعزاء شكراً مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، وكان لاعب دور الابن الكبير رأفت، وفي نفس السنة شارك بمسلسلين طيور بلا أجنحة وسفينة العجائب. وفي سنة 1981 لعب دور عبد الحميد مع الممثلة القديرة فردوس عبد الحميد في المسلسل الدرامي صيام صيام، وفي السنة التالية شارك في ثلاث أفلام هم رحلة الشقاء والحب ودعوة خاصة جدا، ولعب دور إبراهيم مع الممثل العظيم فريد شوقي، ودور مخلص في فيلم الغيرة القاتلة وكان دور البطولة. في الثمانينات قدم يحيى الفخراني الكثير من الأعمال السينمائية اللي نالت إعجاب الجماهير، وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان قرطاج الدولي عن فيلم خرج ولم يعد اللي صدر سنة 1984، ولعب دور البطولة مع ليلى علوي وفريد شوقي. وحصل الفنان يحيى الفخراني كمان على جائزة المركز الكاثوليكي لفيلم عودة مواطن سنة 1986. حنات لعب دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية زي ألف ليلة وليلة ونصف ربيع الآخر وشخصية عبد المتعال محجوف في مسلسل لاه ومسلسل زيزينيا بجزئيه الأول والثاني، وكمان حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة سنة 1993. الفنان القدير يحيى الفخراني لعب كمان دور البطولة في عدة أفلام زي إعدام القاضي وحب في التلاجة والحقيقة اسمها سالم، ونال جائزة التفوق في التمثيل من المهرجان القومي الرابع للأفلام الروائية عن فيلم أرض الأحلام سنة 1993. خلال العقد الأول من القرن الواحد وعشرين استمر يحيى الفخراني بتقديم الأدوار المميزة والرئيسية في المسلسلات الدرامية والاجتماعية اللي كانت من أبرزها جحا المصري ويتربى في عزه وشرف فتح الباب ومسلسل الليل وآخره اللي حصل فيه على جائزة أفضل ممثل عن أداء شخصية رحيم المنشاوي. بس ما ترفعش لحاجة على أخوكي مهجد، اكتب كل اللي حدك لبابا عودي واللي تكلمه باللهجة. العب بعيد يا حضرة الضابط، الملك ده ملكي انا. اه وش ملكي يا ولدي بعد ده؟ اكتب الملك لبابا ولا حاجه، العب بعيد. الفنان يحيى الفخراني لعب دور البطوله في مسلسل شيخ العرب همام سنه 2010 مع النجمه صابرين والنجمه ريهام عبد الغفور، وفي سنه 2012 اخذ دور البطوله المطلقه لشخصيه الرجل العجوز السكير اللي عنده نزعه انتحاريه في المسلسل المصري الخواجه عبد القادر،
وفي سنة 2018 كان آخر أعمال الفنان القدير يحيى الفخراني، وهو المسلسل الدرامي بالحجم العائلي اللي يعتبر العمل الرابع اللي بيتعاون فيه مع الفنانة القديرة ميرفت أمين. بالإضافة لكل ده قدم عدة مسلسلات إذاعية زي هيام وفارس الأحلام سنة 1986، والحوت والكتكوت سنة 1988، وأحلام شهرزاد سنة 2015، وكان له عدة تجارب في الأداء الصوتي للأفلام الكرتونية وغيرها. ففي 2006 أدى صوت الراوي في فيلم عمارة يعقوبيان، وفي سنة 2012 أدى صوت البحار في المسلسل الكرتوني قصص الإنسان في القرآن، وفي 2015 أدى صوت القاضي صفي الدين في مسلسل قصص الآيات في القرآن. محمد يحيى الفخراني اتعرف على زميلته في كلية الطب لميس جابر، طبيبة أمراض النساء والتوليد والكاتبة والأديبة، اللي التقى بيها أول مرة في المسرح الجامعي، وكان بيؤدي مسرحية لبرنارد شو، ونشأت بينهم علاقة حب انتهت بالجواز واستمرت لحد الآن، وأنجبوا ولدين، هم شادي خريج المعهد السينمائي وبيشتغل مخرج حالياً، وطارق مخرج كمان، وعنده تجربة تمثيلية مع والده في فيلم محاكمة علي بابا، وعندهم ثلاث أحفاد هم يحيى وآدم ولميس. الفنان القدير يحيى الفخراني نال خلال مشواره الفني على حوالي 50 جائزة تقديرية، ويعتبر الدينامو المبدع اللي قدم أجمل الأعمال الفنية اللي ما زالت محفورة في ذاكرتنا وبترجعنا لزمن فات بس لسه عايش جوانا.